اليوم غندير لكم الاوتفيت ديال راجلي ديال الحوايج. اجيو معايا، عندنا هنايا تقاشر السروال غادي يلبسو من التحت، عندنا هذا عاوتاني حتى هو غيلبسو من التحت، هذا حتى هو غيلبسو من التحت، غادي يلبس هذا من التحت الجين، وغيلبس هذا من الفوق البنات. هانتوما تريكو من التحت وعاوتاني من التحت، ثاني هذا من التحت، هذا من التحت، ثاني هذا من التحت. الحوايج اللي وريناكم هما التقاشر، السروال، التريكو اللي لابس انطونيو، هادو هما الاوتفيت ديال راجلي. غدا نوريكم الاوتفيت ديال رايان ديال هويا. انا راجلي قال لي انطونيو كينعس ولدو، انطونيو كينعس ولدو البنات، زوجي اللي في امريكان يا اختي كنفطروا، يلاه كنفطروا حنايا. المهم الاخوان والتحليك بخصوص ريتات، انا ما ريتات ما قلتهاش، ما قلتهاش الفراعه، قلتها فراعه، يعني شيء ما تعني كلمه فراعه هي بالمراكشي. حنا انا مش مراكشي، ولكن هي هضرات المراكشي لصقات فيا، قلت لها يعني فراعه، يعني فيك الصداع، راه اي مراكشي غادي يفهم هاد الهضره هادي، ما قلتلهاش فروعه، فهمتي؟ وهاك يقولوا واسعه، قال لك هذوك راه باترون، كنت واسعه السيده ما نريحش معاها، السيده كنبغيها وهي راه المراه ديالي، و هاد الصداع ما غاديش يبقى ان شاء الله. وكنوجه واحد التحيه، واحد الرساله من الدار تاع هويا، كنقول له سمح لينا، وهي راه دارت عقلها ما غاديش يبقى الصداع، وغادي نديرو عقلها ان شاء الله، ولكن الله يدير شتا هو الخير، وهادي غتبقى الزوجه ديالي الماسونه الغزاله، ام ولدي وام اولادي الثلاثه، ريتاج وريان وامير، واميره الكبيره هي هادي اميره الغزاله. وهادشي اللي كاين الاخوان، وتحياتي لكم، شوف تدعموها وتعاونوا معاها، مسكينه حتى هي راه كتصرف على جوج الاولاد، ثلاث الاولاد، وهزه معايا مسؤوليه صراحه ديال الله. غنشري الحوايج ان شاء الله، ياك انا نشري خرا، انت اللي قلت لي غنشري الحوايج، عندك انا نشري الحوايج ان شاء الله. واش بنقول لكم اخوان، المهم عين عبد الله صعاب، تابعه كاينه في بنادم، تابعه كاين كر، كتشد فينا العين، كان بعد المرض كانوا الصداع، كانوا شي مشاكل، وكان نكون انا في يد مسخون، يعني ما كنعرفش شنو كنقول بعض المرات والله. اما هي سيد انا مقتنع بيك وما مقتنعش بيها، ما غاش نطول مع المده تاع 3 سنين. الله يبارك لنا في هذاك الوليد، الله يبارك في الوليد تاعهم كاملين، الله يهديها حتى هي وتاع عقلها، الله يخليها الفوق الفوق والامن امين. عنده دوسو شباب، ما يدخلش الباب. راجلي تيكون المهم يا اخوان، بنوضح لكم بخصوص